السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا طيبين وبصحة وسلامة. زي ما أنتم شايفين في عنوان الفيديو دحين هتكون تجربة تحدي البيتزا 1 متر من ليتل سيزر. فطلبت الطلب ومستني الطلب، ناخذ الطلب ونرجع لكم. سلام. السلام عليكم يا جماعة، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. رجعنا وأخذنا البيتزا. أنا ماني من عشاق البيتزا أو ما قد أكلت بيتزا من فترة، يعني ممكن 4-5 سنين، ولكن من التحديات اللي شدتني مرة وقررت إني أسويها. والله مقفلين الأسبوع، فحتى البيتزا ما أعرف إيش طلبت، ولكن هذا هو النتيجة. أوه هي شكلي هندا. ما علينا عشان ما اضع عليكم الموقع المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم، ندوق. قلت له لو حطوا لي 2 مكرونه حط. هاي الشاعة كلها بس مخليها لأخير. والله خدعوني، قالوا هيحطوا معاها صوصات، ما حطوا أي صوصات، تطلع لفوق بس. أوه والله الجبن مر كثير، الجبن مرة كثير. بدري لسه بدري. المقطع اللي فات بعد ما اتصلت قعدت اتضارب مع نفسي، ما ادري احد لاحظ ولا لا، بس انا ما حطيتها. ليش قاعد احط المشاريب على اليسار وانا قاعد اشرب باليمين؟ كل شوي افصل على نفسي. أنا ما أحب المعجنات، ترى تنفش في البطن نفشة. كنت أبغى أعد كم قطعة وكنت بقيس مقاسها، بس هو في الكرتون مكتوب مقاسها. هاي الحركة أنا اخترعتها دحين. حط البصلات، اشتري وحركات. والله اني مش عارف تجيبوا نكهتين مختلفة تسويها ساندويتش، يطلع لك الساندويتش الخنفشاري. اضحك محمد، اضحك 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 عبد الله، اضحك 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 اضحك.
تو استوعب البيتزا لذيذة. وأوعدك إن هي لذيذة. تاني تحدي فزت فيه، أول تحدي خسرت طبعاً. مع إن اليوم برضه ما كنت جاهز يعني. أنا توي خارج من الدوام وماكل وجبات الصباح إلا آخر وجبة. عشان كذا طقت في راسي أسوي التحدي. عجبني تحدي البيتزا، برضه كان اقتراح من اقتراحات الناس اللي علقوا لي في الانستغرام. اللي مو عندي في الانستغرام او مو عندي في السناب نضيفني وحطها عندي على الشاشه او هتلاقوها تحت في اللينك في الديسكربشن. اذا عجبتكم الفيديوهات سووا لي لايك، سووا لي شير، سووا لي سبسكرايب، يعطيكم العافيه. انا عن نفسي مبسوط في التحديات هذه لاني بشارككم فيها اليوم المفتوح حقي، بغض النظر انه دائما اقدمه يعني من كثر الحماس اقدم اليوم المفتوح. يعني المفروض يوم الاربعاء خليته الخميس، عفوا المفروض الخميس انا خلاص بدي افصل، خليته المفروض الخميس اسويه يوم ثاني، فاهمين؟ فالتحدي ما كان صعب مره ولكن كان كويس يعني، بدايه حلوه يعني. اذا عندكم تحديات ثانيه او تجارب ثانيه ناس ثانيه سووها او تبون نجربها قولوا لنا في الكومنتات، سووا لنا تعليق حلو زيكم، سووا لنا شير، سووا لي شير، سووا لي لايك، سووا لي سبسكرايب، يعطيكم العافية، كان معاكم ميدو، مع السلامة.